فرنسا والمغرب اللي يحصل في هذه المواجهة. خلينا احنا النهارده هنركز في فرنسا على نقطتين، او زي ما نقول عساكر شطرنج بيستخدمهم ديشام باستخدام مهم جدا جدا في تشكيله فرنسا، هو ادريان رابيو وجريزمان. على الورق وفي التشكيل هنلاقي ان جريزمان بيلعب مركز 10 وادريان رابيو بيلعب نص ملعب، لكن دي مش الحقيقه. الحقيقه ان هي فرنسا بتلعب 4-1-4-1، تشاوميني بيلعب ارتكاز وقدامه رابيو ناحيه الشمال وجريزمان ناحيه اليمين. لما نيجي نروح على طول يا كريم للخلايا الحراريه هنشوف قد ايه ادريان رابيو هو لاعب اقرب ان هو بيكون جناح دايما مع كيليان امبابي، دايما بيروح. لما نيجي نبص ادريان رابيو كل تواجده ناحيه الشمال بيبقى الهدف من ده ان هو يعمل مثلث او اوفرلود ناحيه الشمال مع كيليان امبابي سيو هرنانديز ومعهم ادريان رابيو. المثلث ده يقدر يخترق اي جهه يمنى في العالم، وهنا هتبقى الخطوره الاكبر بشكل كبير جدا جدا على المنتخب المغربي. احنا طبعا كله عارف ان كيليان امبابي مش محتاج ان احنا نقول قد ايه هو خطر بالكوره ومن غير كوره، لكن هي النقطه في رابيو. رابيو تحركات رابيو ما بين الخطوط وفي انصاف المساحات في نص الملعب هي دايما اللي بتدي الافضليه لامبابي، لان الباك اللي بيبقى مع امبابي مش عارف يروح يغطي على رابيو اللي هرب من نص الملعب ويسيب امبابي ولا يفضل مع امبابي، فرابيو بتبقى المساحه قدامه فاضيه، فبتبقى الافضليه من هنا الاوفرلود دايما، وان هو دايما بيحاول يوجدوا لعيب حر في ما بين الثلاثه دول، لعيب حر يستلم الكره بدون رقابه. لما نروح للي بعده جريزمان، جريزمان الناحيه الثانيه هنلاقي نفس اللي رابيو بيعمله ناحيه الشمال جريزمان بيروح يعمله ناحيه اليمين. لما نبص على جريزمان ناحيه اليمين بيروح يعمل مع ديمبلي نفس القصه، جريزمان ديمبلي ورام كوندي. كوندي ما بيقومش بالادوار الهجوميه قوي، عشان كده بنلاقي ديمبلي على طول فاتح الخط، ما بيدخلش زي امبابي للعمق، بيبقى دايما فاتح الخط وبيسيب حته اللي يدخل في العمق وفي انصاف المساحه دايما اللي موجوده هو جريزمان. جريزمان دايما بيتمركز ما بين الباك والمساك اللي جنبه، دايما بيطلب الكوره في المنطقه دي، ودي المنطقه اللي بيحبها جريزمان من وقت ما كان في اتلتيكو مدريد لما كان بيلعبها 4-4-2، بيحب دايما كمهاجم تاني يستلم الكوره. فالاثنين اللعيبه دول مهمين جدا جدا جدا، يمكن باهميه مبابي وديمبلي، لان دول اللي بيشغلوهم، دول اللي بيحررهم يا اما هم بيتحرروا. المغرب تكسب فرنسا ازاي يا استاذ ياسر؟ ماشي يا كيمو، بص هناخد من كلام هيما نحط كده روشته سريعه للركراكي. يلا معانا التشكيله. انا سهلت حتى على المشاهد كريم ان احنا حاطين التشكيلتين قدام بعض كاننا بنتوقع المغرب وفرنسا هيلعبوا ازاي. فنجيب كده الاول بس نقول هتظهر دلوقتي حالا. دي اول حاجه خالص، ده اللي حصل في ماتش مين المغرب والبرتغال. دي مناطق استحواذ الفرقتين، نص الملعب الاستحواذ كله حصل في وسط الملعب يا كريم. بص على منطقه المغرب الاستحواذ كان فين؟ ناحيه اليمين بس. طبعا البرتغال كانت ضاغطه بكل خطوطها، عامله ضغط جامد في وسط الملعب وضاغطه من الونجات اليمين والونجات الشمال. الصوره اللي بعدها موضحه اكتر. يلا فين المغرب بتمسك كره فين او 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 الثقل بتاعها فين، بتقدر تفرض اسلوبها على الفرقه الثانيه فين. الصوره اللي بعدها نجيب السؤال هنا. دي الحته اللي بالاحمر ده اللي بيبين لك اكتر حته كان فيها استحواذ، زي ما كان هيما بيقول الاوفرلود اللي كان عامله ريكراكي ناحيه اليمين، والاستخدام التكتيكي المميز جدا لزياش. زياش بجبروت كل المدربين اللي كانوا في تشيلسي توخيل وجراهام بوتر ما حدش عارف يخليه يرجع. مع ريكراكي التزام تكتيكي مميز جدا، قدر انه يخلق ناحيه اليمين جبهه ممتازه جدا، وهي مركز قوه المغرب. وكمان اللي فيها حكيم، اللي فيها حكيم زياش، اللي فيها حكيم زياش واشرف حكيمي ومرابط بيقرب له، مرابط وناحي كمان كان بيقرب له. نخش بقى على التشكيلتين او ايه اللي متوقع انه يحصل، او الروشته البسيطه كده للمغرب ان شاء الله تفرحنا بالفوز التاريخي باذن الله. طيب لحد ما تيجي بص يا كريم، هنا الاسهم دي على اللي بيحصل او الاوفرلود اللي بيعمله ركراكي دايما ناحيه اليمين. ان انا حكيمي بيميل عليا وناحي شويه وقدامه حكيم زياش، الاوفرلود ده او انك تركز على ناحيه اليمين مهم جدا في ماتش الفرنسا، لان دي الجبهه الاخطر عند فرنسا. عندنا ميزه، عندنا عيب بيعمله ديشون وهو هو بيقتنع ان ده مصدر الفوز بالنسبه له، بعتقد انها ميزه كويسه جدا لينا كمنتخب المغرب، لانه ثيو محروم او بيلعبوا ماتشات مش بتاعته. اللي حصل في ماتش انجلترا ان ثيو بيلعب مباراه مش بتاعته، انه دايما بيعمل له خط، انا عامل دايره ما تطلعش عن المنطقه دي. ثيو من الباكات اللي بتوصل للخط. ثيو مع اي سي ميلان اللي متابع الدوري الايطالي مهاجم جناح. مسجل هدفين وصانع هدفين، واحد طبعًا. في اودينيزي واحد في سبيتسيا، مسجل لعيب بيوصل للخط ويسجل طبعًا. فبالتالي لما هو في ماتش انجلترا كان محجمه جدا، اخذ ادوار مش بتاعته، بيبقى الباك العكسي وبيكسر للعمق لما يكون لعيب جاي من جوه، زي او في زياده عدم نص ملعب زي ما حصل مع ماونت، اتسبب في ضربه جزاء ان هو مش متعود انه يقوم بالدور الدفاعي. هو باك بمهام هجوميه جدا. الميزه عندنا ان انت لما تعمل اوفر اللود عليه ان حكيمي موجود وناهي بيضم وحكيم زياش، هتقدر توقف او تحجم نسبيا خطوره امبابي، في نفس الوقت بتدي الفرصه طالما ثيو ما بيتقدمش ومديله تعليمات ديشان انه ما يطلعش، ان حكيم من الباكات اللي توصل خطه، من اسرع الباكات اليمين في العالم، يقدر يوصل لحد الخط ويخلق خطوره، لان ثيو دفاعيا مش احسن، هو لعيب بيهاجم احسن، فتقدر تستغل الثغره بتاعه ان ثيو ما بيتقدمش، ويقدر حكيمي انه يضرب المغرب في الارتداد
شفنا ركراكي عملها ازاي في البرتغال بكره واحده، انت في اخر دقيقه كان ممكن تقتل الماتش بكره بخلال، فانا بقدر اضرب دفاع فرنسا. وشفنا كمان نختبر دفاع فرنسا اوبي مكانه لعيب بقيمه هاري كين ضحك عليه بلغه الكره مرتين، فبالتالي انا كل ثقه ان يوسف النصير يقدر يقطع قبله في العرضيات. شفنا كمان يحيى عطيات الله عمل مباراه كويسه جدا في الباكات. الخوف كل الخوف، مزراوي راجع، مزراوي بيقولوا راجع، يحيى لو ادى انا بعتقد انه كويس. الميزه كمان عند ركراكي انه خالق دوافع عند كل لعيبه، يمكن اللعيب اللي نزل من الدوري المحلي زي يحيى طلعت له وبانون لما نزل قدروا يسدوا مكان اللعيبه اللي موجوده. جواد اليميق واخد اعلى تقييم رغم انه البديل، واخد اعلى تقييم في المباراه كلها، فبالتالي في كلام على انه نايف النهارده يا كريم ما نزلش التمرينه مع منتخب المغرب. بعتقد ما فيش خوف ابدا على منتخب المغرب لان البديل محضر نفسيا ومجهزهم كده. يعني لا انا هقول لك حاجه بس للاسف هختم بيها، يعني اول الصوره دي طيب دي تبين لك برضو ان الفوارق بقت قريبه جدا. كوندي بيستخدمه في ناحيه اليمين رغم عدم قناعه العالم كله بده، لكن برضو دي ميزه لينا، وهيلعبوا على بعض لو يحيى اللي بدا. دي الاحصائيه دي بناء على مشاركه اخر ماتشات. المقارنه قريبه جدا، واخد تقييم يحيى عطا الله 7.7 كوندي 7.5، ف فوارق قريبه جدا، فبالتالي ما فيش، انا برضو مش قلقان على الجبهه اليسرى هيكون فيها كوندي واللي بيضم فيها زي ما كان بيقول هيمه.